يعني هذا التقارب الذي رعته الصين ربما هل يعد نقطة ربما تحتسب للصين التي تخوض حربا باردة مع الولايات المتحدة التي تسعى إلى عزلة إيران وأحرجت من خلال هذا التقارب؟ سيد شاوردي. نعم، مرحبا مرحبا أستاذ أحمد، تحية لك ولضيوفك ولجميع المشاهدين. للأسف يعني عندي انقطاع في الصوت. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد يعني لا أعتقد أنها يعني سعيدة من التقارب الذي حصل بين إيران والمملكة العربية السعودية، على عكس ما يعني سمعناه من التفاؤل أو من ترحيب يعني خجول من قبل واشنطن. ولكن المهم أعتقد هي الرياض وطهران وما توصلت إليه من تفاهمات إعادة العلاقة بينهما. بكل تأكيد هذا الاتفاق الذي حصل بوساطة صينية وقبل ذلك من خلال المساعي التي بذلتها العراق وكذلك سلطنة عمان، نحن هذه الدول دول هذه المنطقة هي التي تستطيع أن تخلق السلام في المنطقة وهي التي تستطيع أن تحافظ على هذه العلاقات واستمرارية السلام بينها، فهذا المهم. وإلا بكل تأكيد يعني الدول الغربية لديها أجندتها الخاصة بها ولديها سياساتها منذ عقود في المنطقة، ومن المعروف أنها تريد للأسف الشديد أن تكون هناك خلافات خاصة بين دول هامة كإيران والسعودية، لأن مصلحتها هي تأتي في هذه الخلافات. إسرائيل كذلك تريد بقاء الخلافات والحروب بين الدول العربية وإيران، ولكن نحن في إيران وفي السعودية اليوم توصلنا إلى قناعة تامة أن الحوار هو الذي يمكن أن ينهي الخلافات بيننا، وأن الخلافات لا تخدم مصالحنا وتؤثر سلبا على مصالحنا ومصالح شعوب هذه المنطقة. فوصلنا إلى هذه القناعة أن نختار السلام والحوار وأن نبتعد عن التوترات والحروب والتدخل في شؤون دولنا. وأعتقد هناك نوايا حسنة من قبل إيران والسعودية لأن ننجح في هذا الاتفاق، والأرضية باتت مهيئة ودول المنطقة كلها ترحب بهذا الاتفاق الذي هو اتفاق سلام. سيد شاوردي، عذرا على المقاطعة، هل هذا يعني بأن إيران تخلت عن الجماعات المسلحة التي تدعمها في كل من اليمن، العراق وحتى سوريا؟ تسمع عاد، نحن بكل تأكيد يعني أنا أقول أنه ينبغي أن ننظر إلى المستقبل. خلال جولات الحوار التي جرت بين إيران والأشقاء السعوديين سواء في العراق أو في سلطنة عمان أو في بكين، تحدثنا عن كل شيء، تحدثنا عن القضايا التي تقلق السعودية، وأيضا تحدثنا عن الملفات التي تقلق إيران، وتوصلنا إلى تفاهمات أن نخرج من الحقبة الماضية وأن ننظر إلى المستقبل. وإذا ما حصلت أي قضايا يمكن أن يعني تشكل قلق للطرف الآخر، ندخل في مفاوضات جادة وصادقة، فهذا المهم وهذا الذي سيجنبنا ما وقعنا فيه من أخطاء في الماضي. بكل تأكيد نحن لا نريد حربا على السعودية، بل نريد أن تتمتع السعودية بالأمن والاستقرار في كافة حدودها سواء مع اليمن أو مع العراق أو مع أي دولة أخرى. وكذلك السعودية تريد أعتقد يعني اليوم أن تهدأ المنطقة وأن تنتهي الحرب مع اليمن ونخرج من الأزمات في سوريا ولبنان وكل مكان، فهذه النوايا الصادقة أعتقد هي التي ستجعلنا ننجح جميعا.